بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نستأنف إن شاء الله عز وجل درس من دروس مدخل التزكية بعنوان القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين للسنة الأولى إعدادية. في هذا الدرس عندنا أهداف ثلاثة: نتعرف معنى القرآن الكريم، نتعرف على خصائص القرآن الكريم وواجبي تجاهه، أدرك أهمية القرآن الكريم في هداية الناس إلى طريق الخير. ثم عندنا نصوص. النص الأول من سورة البقرة، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعندنا النص الثاني، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذه النصوص كلها سنتعرف على مضامنها من خلال بناء هذا الدرس. أولا سنبدأ بتعريف القرآن الكريم وخصائصه. ما القرآن الكريم؟ وعندنا مجموعة من الجمل المكونة لتعريفه. أولا هو كتاب الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بلسان عربي المعجز بلفظه المتعبر بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المبدوء بالفاتحة والمختوم بصورة الناس الموجود بين دفتي المصحف. عدد صوره 114 صورة، أولها الفاتحة وآخرها صورة الناس. من أسمائه الذكر والكتاب والتنزيل. أنزل منجما أي مفرقا حسب الوقائع والأحداث، واستمر مدة نزوله 23 سنة. من خصائصه، خصائص القرآن الكريم، أنه محفوظ من التحريف والضياع والزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسبق أن مر معنا هذا النص من خلال نصوص الانطلاق. الخاصية الثانية أنه آخر كتاب يحمل آخر رسالة تبقى إلى قيام الساعة. الخاصية الثالثة أنه المعجزة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه الآية تحمل تحديا كبيرا لكفار قريش. ثم الخاصية الرابعة أنه رسالة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا قرنا القرآن الكريم بكتب السماوية السابقة نجد كتب السماوية السابقة كل كتاب يخاطب قوما معينا في زمان. واجبنا نحو هذا القرآن الكريم، واجبنا نحو القرآن الكريم وأدب التعامل معه. أولا يجب على المؤمن تجاه القرآن الكريم التصديق به وبما جاء فيه، العمل بما جاء فيه من الأوامر واجتناب النواهي، ثم التحلي بآداب تلاوته والاستماع إليه. من أدب التعامل مع القرآن الكريم التوضؤ والتطهر لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. الجلوس بأدب، ثم بدء التلاوة بالاستعاذة لقوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. القراءة بالترتيل المؤدي إلى التدبر والفهم. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ثم المواظبة على قراءته. الاستماع والإنصات لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم تجنب العبث والاستهزاء به. المحور الثالث سنتناول فيه أهمية القرآن الكريم في حياة المسلمين. أهمية القرآن الكريم يمكن تقسيمها إلى قسمين:
أهميته في الدنيا وأهميته في الآخرة. أما ما يتعلق بالجانب الدنيوي فمن أهميته بناء الجوانب المختلفة لشخصية الإنسان بما فيه من هداية العقيدة الصحيحة والعبادات الحقة والأخلاق الكريمة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ثانيا: بناء أسرة وأمة ومجتمع صالح. ثالثا: بناء مجتمع بما اشتمل عليه من تعاليم تنظمه وتصلحه. فالقرآن نجده ينظم العلاقة بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وغيره وبين الإنسان وربه. ثم باتباع هدى القرآن ينال الإنسان الخير والصلاح ورحمة الله عز وجل. ثم أهميته في الآخرة: تلاوة القرآن الكريم والالتزام بما جاء فيه سبب لتحصيل الأجر والثواب ومضاعفة الأجر. قال رسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم التقرب إلى الله ودوام الاتصال به. هكذا نكون تطرقنا لمجموعة من المحاور باختصار. عندنا هنا تقويم حاول المتعلم أن يجيب عليه: القرآن أجب بصحيح أو خطأ. القرآن الكريم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن على الرسول عليه السلام دفعة واحدة. المطلوب التصديق ببعض ما جاء في القرآن الكريم من أحكام فقط. القرآن الكريم يخاطب العرب فقط. ثم عندنا إعداد يتعلق بالدرس الذي يليه.